تحية طيبة لقناة الدار. فعلا موضوع الفتاوى هو موضوع مشكل بشكل كبير جدا، لأن هناك فوضى الفتاوى في العالم الإسلامي. وطبعا يجب أن نفرق هنا بين الفتوى وبين الرأي، يعني هناك الآراء التي يمكن لأي شخص أن يتحدث، يمكن لأي شخص أن يتكلم، أن يبدي رأيه، لأنه يجب أن نكسر القاعدة التي تجعل الدين حكرا على أحد. الدين ليس حكرا على أحد، لكن الانتصاب للفتوى كشخص يوجه الناس إلى أن يفعلوا، إلى أن لا يفعلوا، إلى أن هذا حلال وإلى أن هذا حرام، هذا هو الإشكال. حين تتنصب لموقف فيه نوع من السلطة المعنوية على الآخرين، فحين ذاك لا شك أن الأمر يختلف. ولهذا أنا ممن يؤيد بشدة أن يكون للدولة مجالس، كما هو الواقع اليوم، أن يكون لها مجالس ومؤسسات دينية تتولى إعطاء الرأي الشرعي في قضايا وفي أحكام لها علاقة بالواقع، لها علاقة بكثير من النوازل التي تطرح عليها. وإن كنت أرى أن هذه المجالس يجب أن يكون انفتاحها أكبر على فئات متعددة وشرائح متعددة من النخبة، سواء من العلماء والمفكرين والمثقفين، وكل موضوع إلا وينبغي أن يؤخذ فيه رأي كل الجهات، وليس رأي الجهة الدينية لوحدها. وكذلك الجهة الدينية هي مطالبة بأن تفتح الباب وأن تتشاور وأن تتناقش مع مختلف الجهات العلمية التي لها علاقة بموضوع معين. ولكن المشكل الذي وقع، وهذا وقع منذ القديم ولا زال يقع إلى اليوم بشكل أكثر حدة، وهو انتصاب كثير من الناس للحديد لتوجيه الناس إلى الفعل، إلى أن يفعلوا وإلى أن لا يفعلوا، بدون أن تكون لهم مؤهلات للخوض في الموضوع، بدون أن يكون لهم سلطة معينة لهذه السلطة التي تسمح لهم بأن يعطوا آراء يكون لها أثرها على الواقع، وقد تكون ملزمة، لأنهم تجدهم يحذرون من مخالفة ما يقولون به. وفي غالب الأحوال أن هذا الصنف الذي أتحدث عنه لا يراعي كثيرا من الأحوال المتعلقة بالفتوى، الزمان والمكان والسياق. تجد مثلا شخص في بلد وهو يفتي لناس في بلد آخر. الرقات، ما يسمى بالرقات، يستغلون السلطة الدينية للتأثير على عقول الناس وعلى حياتهم في كثير من الأحوال. ما يسمى بالمعبرين للرؤى والأحلام أيضا يستغلون الدين ويوظفون الدين من أجل إعطاء أنفسهم نوع من السلطة المعنوية تسمح لهم في أن يحددوا مصير فلان، وفي أن يحددوا ماذا يفعل فلان وماذا لا يفعل فلان. بين المزدوجتين الدعاة، الشيوخ إلى غير ذلك، كل هؤلاء الذين يحاولون تأطير المجتمع ويحاولون توجيه المجتمع إلى اتجاه معين دون أن تكون لهم سلطة قانونية وسلطة رسمية لها حدود معينة ومقيدة فيما تتدخل فيه، كل هذا يخلق هذه الفوضى التي نعيشها اليوم، والتي نراها في القنوات، نراها على مواقع التواصل الاجتماعي، نراها في كثير من الرسائل التي تصلنا عبر الهواتف. خرافات وخزعبلات وروايات مكذوبة وأباطيل تروج هنا وهناك في محاولة لضغط المجتمع وتأطير المجتمع بمثل هذه الأفكار. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.